رمية جانبية، كرة خذوهات ممتازة مع محمد الضوء، عالية داخل منطقة بالرأس، يا سلام يا سلام يا سلام، يسجل أحد ويظهر الأفعى محمد مجرشي. نعم هو الذي يفعلها، هو الذي يسجل، هو الذي يهز شباك أدريانو فاتشيني. هدف مقابل لا شيء، كان ينتظر سيبيريا، لكن التونسي عمار السويح هو من يفرح في اللقطة الأولى، وهو من يزور مرمى سيبيريا، وهو من يكسب الرهان ما قبل نهاية الحصة الأولى. مجرشي بامتياز ارتقى لها، ضرب الراس ووضعها على الزاوية اليمنى لأدريانو فاتشيني. ممتازة 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 جدا للفريق الأحدي، للجبل الأحدي عن طريق الأفعى مجرشي، الأفعى مجرشي.